السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في صعدة، والتحالف يشن غارات على مواقع عسكرية بصنعاء. شركة الغاز تعلن اعتماد حصة إضافية لمحافظات عدن وتعز وحضرموت لتغطية احتياجات المواطنين. أستهل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حررت قوات الجيش الوطني اليوم مواقع جديدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة بعد هجوم على ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا. وقال مصدر عسكري لوكالة سبأ إن ألوية اليمن السعيد في محور البقع التابعة للجيش الوطني شنت عملية هجومية مباغتة على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الإرهاب الحوثية في منطقة جشيرة، تمكنت خلالها من تحرير مواقع ومناطق جديدة كانت تسيطر عليها الميليشيات. وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار، واستعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة خلفتها عناصر الميليشيا. أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وقال التحالف في بيان إن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين. في غضون ذلك، أوضحت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت مقر الفرقة الأولى في حي النهضة ومنطقة السواد في مديرية سنحان. وكان التحالف أعلن يوم أمس تنفيذ 31 عملية استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي في محافظة حجة خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات. قصفت ميليشيات إيران الحوثية مستشفى مديرية نعمان بمحافظة البيضاء. وقال الدكتور عبد الله مبارك علي الشني مدير مستشفى الساحة الريفي في بلاغ صحفي إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في نقيل القنطع أطلقت قذيفتين صاروخيتين مستهدفة المستشفى أثناء اكتظاظه بالمرضى. وأوضح الدكتور الشني أن القذيفتين سقطتا في سور المستشفى الداخلي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وتسبب بحالة من الرعب والخوف والفزع لدى الكادر الطبي والمرضى المتواجدين. وأشار الشني إلى أنهم اضطروا لإخلاء المستشفى من الموظفين والمرضى، وحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن استهداف منشأة خدمية بعيدة عن أي موقع عسكري. ولفت الدكتور الشني إلى أن عملية الاستهداف الإرهابية للمستشفى من قبل الميليشيات الحوثية هي الرابعة خلال شهر واحد. من جهة أخرى، قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قصف ميليشيات الحوثي لمستشفى مديرية نعمان يمثل جريمة حرب. وأعربت منظمة سام عن قلقها وإدانتها لاستمرار الهجمات الصاروخية العشوائية التي تنفذها ميليشيات الحوثي على التجمعات السكانية بما فيها المستشفيات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية. وأوضحت سام في بيان أن مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتستوجب مساءلة مرتكبيها ومن أصدر الأوامر بتنفيذها. قال مدير البرامج في قناة سهيل الفضائية الأستاذ صلاح الدين حمزة إن القناة تعمل على إنتاج برنامج غاغا في موسمه السادس للفنان محمد الأضرعي. وأوضح حمزة في تغريدات له على صفحته بتويتر أن الخارطة البرامجية لشهر رمضان المبارك لهذا العام تشمل برنامج غاغا 6، والذي يعد من أبرز وأهم البرامج السياسية الساخرة على مستوى اليمن.
وأوضح حمزة أن غاغا 6 سيطل على شاشة قناة سهيل الفضائية خلال شهر رمضان بقالب مميز ومختلف عن الموسم السابق فنيا وموضوعيا. وأكد مدير برامج قناة سهيل الأستاذ صلاح الدين حمزة أن برنامج غاغا سيواصل تعرية ميليشيات الحوثي وكشف جرائمها التي تمارسها بشكل يومي في المحافظات التي تسيطر عليها، كما سيستمر في كسر صنمية خرافة ما يسمى آل البيت وينسف العنصرية والطبقية والسلالية التي تروج لها فئة ضالة تدعي الحق الإلهي في الحكم بأمر الله. زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، وأطاف رئيس الوزراء بعدد من أجنحة المعرض الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، واطلع والوفد المرافق له على أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال الدفاع والأمن. وتعرف رئيس الوزراء على جهود توطين الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب وفق مقاييس عالمية عالية الكفاءة تنفيذا لرؤية 2030. ووقف رئيس الوزراء على عروض الشركات العالمية من الأسلحة والتقنيات الدفاعية والهجومية المتطورة البرية والبحرية والجوية ومجالات التعاون الممكن عقدها في هذا الجانب. أعلنت الشركة اليمنية للغاز يوم أمس اعتماد كمية إضافية من الغاز المنزلي إلى الحصص الرسمية المخصصة للمحافظات عدن وحضرموت وتعز. وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن وهيط في اجتماع لها بعدن إن الشركة اعتمدت 3 مقطورات ستوزع يوميا بالتداول على المحافظات الثلاث بواقع 25 طنا لكل محافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النفط عبد السلام باعبود. وأوضح وهيط أن اعتماد هذه الحصص جاء استجابة لتزايد حاجة المواطنين لمادة الغاز المنزلي في هذه المحافظات وتغطية تلك الاحتياجات ورفع جزء من المعاناة التي يعانيها المواطنون. قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن نقص المساعدات الغذائية في اليمن يدمر ملايين الأسر التي يعتمد بقاءها عليه، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية. وكان قد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مطلع فبراير الماضي من أن نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة عن ملايين المواطنين في اليمن. وأشاد برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأسعار في اليمن ارتفعت بنسبة 100% خلال العام 2021، ما أدى إلى زيادة الجوع. ومن المقرر أن تنظم الأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري مؤتمرا افتراضيا للمانحين لردم فجوة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري. أكد البرلمان العربي على ضرورة التكامل والتضامن الاقتصادي بين الدول العربية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني العالمية الراهنة والتي فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان إن التحديات الاقتصادية سيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لا سيما في بعض الدول العربية محدودة الموارد. وشدد العسومي على أهمية التكاتف بين الدول العربية ومساعدة الدول الأكثر تضررا من الأوضاع والأزمات والتحديات الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات والتقليل من آثارها على مواطنيها قدر الإمكان. وأوضح العسومي أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بات ضرورة ملحة من أجل النهوض بالواقع العربي. على مدى 7 سنوات يكابد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ومعهما جحيم الأسواق السوداء في أزمات مختلقة للإثراء وتمويل حربها ضد اليمنيين.
عمدت ميليشيات الحوثي الإيرانية منذ سيطرتها على صنعاء إلى اتخاذ سلسلة إجراءات قادت إلى أزمات خانقة في سوق المشتقات النفطية، بدأت بإنشاء كيانات موازية لصالح شركاتها الناشئة وأسواقها السوداء. واستغلت ميليشيات الحوثي أزمات الوقود المفتعلة لإثارة استعطاف المجتمع الدولي والمجتمع المحلي ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتسويق ما تسميه الحصار، بما يمكنها من إيقاف التفتيش بحسب موقع الثورة نت الرسمي. وسعت ميليشيات الحوثي للسيطرة على السوق النفطية كليا، سواء من خلال إنشاء شركات الاستيراد وشركات وسيطة، وإنشاء عشرات المحطات الخاصة التي تسمح لها باحتكار الوقود وبيعه في السوق السوداء. وبحسب تقرير الخبراء للعام 2021، فإن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات. ووفق بيانات فريق الخبراء الأممي للفترة ما بين 2016 ويوليو 2017، فإن إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناء الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر وصلت إلى 318 مليار ريال. وفي أحدث حصار تفرضه الميليشيات الحوثية على السكان في مناطق سيطرتها، ما تزال تحتجز أكثر من 600 مقصورة محملة بالمشتقات النفطية في محافظة الجوف منذ أكثر من شهر، برغم الأزمة الخانقة التي يمر بها السكان في صنعاء. وفي سبتمبر 2018 احتجزت نحو 200 شاحنة تحمل كميات كبيرة من البنزين وغاز الطهي عند النقطة الجمركية التي استحدثتها بمنطقة عفار بمحافظة البيضاء. وتستمر الميليشيات الإرهابية في افتعال الأزمات والإضرار بملايين المواطنين ونهب أموالهم، متخذة من الأزمات وشعار الحصار وسيلة سحرية لاستعطاف المجتمع الدولي وتمويل حروبها الدموية. أشاد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري بالدور الكبير الذي قدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمني في مساندة جهود الوزارة لتخفيف الأعباء على الطلاب المبتعثين. جاء ذلك خلال زيارته لمقر البرنامج بالرياض لبحث إمكانية تمديد اتفاقية التعليم من أجل التنمية عاما آخر. وأكد الجفري على أهمية الاتفاقية في التخفيف من المعاناة المتراكمة منذ سنوات للطلاب اليمنيين المبتعثين أو المبتعثين في الخارج، وأشار إلى أن الوزارة شكلت فريقا خاصا لمتابعة كل متطلبات إنجاح تنفيذ الاتفاقية. كرمت جمعية الدعوة الخيرية بحضرموت اليوم 203 خريج وخريجة من الدفعة الثامنة، منهم مجازا بالقراءات السبع وثلاثة مجازين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة وخمسين حافظا وحافظة، وخمسة وثلاثين مجازا في متن الجزرية والتحفة والشاطبية. أصغرهم سنا يتقدمهم للصلاة، فحفظه للقرآن هو الذي دفعه ليكون إمام كتكريما وتعظيما لكلام الله. بشار منص حافظ للقرآن الكريم بالسبع القراءات وبالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبشار رتب أولوياته في الحياة ونظم وقته بين الدراسة وحفظ القرآن حتى وصل إلى مبتغاه. كنت ولله الحمد أقضي وقتي ووضعت لنفسي خطة وألزمت نفسي عليها بين الحفظ والمراجعة والدراسة وغير ذلك، فلله الحمد والمنة طبقت هذه الخطة ووصلت إلى هذه المرحلة بفضل من الله تعالى. للعام الثامن على التوالي احتفلت جمعية الدعوة الخيرية بتكريم أكثر من 200 حافظ للقرآن الكريم، منهم مجازين بالقراءات السبع ومنهم بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، منطوين تحت 80 حلقة قرآنية تشرف عليها الجمعية في مناطق مختلفة بمدينة تريم
وما جاورها. ونحتفل لأجل تعزيز المعنوية عند الطلاب المتعلمين في هذه المراكز. إننا سنويا عندما نحتفل بهذا الاحتفال نجد أثره في الإقبال، نجد أثره في مواصلة الحفظ والاستمرار. المخرجات تعد اليوم في السنة الثامنة أكثر من 300 حافظ وحافظة، في 8 سنوات أكثر من 300 حافظ وحافظة. تدارس القرآن وحفظه وتعليم أحكامه يتطلب مجاهدة النفس والمصابرة على تعلمه، إضافة إلى تنظيم الوقت والمراجعة المستمرة، فاستغلال فراغ أوقات الشباب يحد من ضياعهم في ظل المغريات التي يتعرض لها الشباب في هذا الزمن. من ناحية التحفيظ قمنا له ببرنامج في البيت نواظب عليه، لما نرجع من المسجد بعد صلاة الفجر نجلس نحن وياه يعني نتابع القرآن ونتابع كل شيء، وإن شاء الله ما شاء الله يعني الأمور طيبة وجزاكم الله خير. وأجلها نعمة الإسلام والقرآن. فتكريم حفاظ القرآن بصورة مستمرة يعد تشجيعا للشباب على حفظه وتحصينهم من الوقوع في الأفكار الضالة والمشاريع الهدامة التي تسيء للقيم وتهدم الأوطان. فهمي برمادي، قناة سهيل، تريم، حضرموت. مشاهدينا، هذه نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في صعدة، والتحالف يشن غارات على مواقع عسكرية بصنعاء. شركة الغاز تعلن اعتماد حصة إضافية لمحافظات عدن وتعز وحضرموت لتغطية احتياجات المواطنين. في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.